السيد عامر أبو زيد مشرفنا في صدى البلد، أمين عام حزب الاتحاد عن قطاع الصعيد. لو حضرتك تطلعنا على جلسة اليوم وجلسة لجنة العمل الأهلي والنقابي التي تناقش حل تحديات العمل الأهلي والنقابي في مصر، في وجهة نظر حضرتك لو تطلعنا على التحديات التي تواجه العمل الأهلي والنقابي في مصر. أولا في البداية بوجه كل التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه البالغ حتى هذه اللحظة منذ انطلاق الفعاليات الجلسة الافتتاحية فيما يعني في الفترة الماضية حتى اليوم، من خلال تبنيه كل المخرجات الخاصة بالحوار الوطني وتبنيها وإعطاء تعليمات بتنفيذها أول بأول. ثانيا فيما يتعلق بجلسة اليوم يعني المتعلقة بحل تحديات العمل النقابي العمالي، يعني أنا من وجهة نظري كأمين عام حزب الاتحاد لقطاع الصعيد نرى أن هناك أن العمل النقابي الأهلي يعد من أهم الكيانات الخاصة بالمنظمات النقابية داخل المؤسسات، سواء كانت المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة، ولكن هذا العمل رغم أهميته في التي تتمثل أهمية هذه المنظمات النقابية تتمثل أهميتها في دعم الدولة وبناء الدولة واستقرار الدولة بما تحتويها على عدد كبير جدا من الموظفين، يصل تقريبا تعدادهم إلى أكثر من أو ما يقرب من 27 مليون موظف على مستوى الجمهورية، يشمل قطاعات الحكومة والخاص وقطاع الأعمال وكل هذه الفئات. إلا أن هناك هذه المنظمات الأهلية أو المنظمات العمالية تواجه مجموعة من التحديات. أبرز هذه التحديات يا فندم يعني قلة الموارد المالية لهذه المنظمات. الأمر الذي يا فندم انعكس عليه يعني النهاردة في قانون 213 لسنة 2017 صدر من سنة 2000 في دورته الثانية، وحتى هذه اللحظة هناك الآلاف وعشرات الآلاف من مجالس الإدارات المنتخبة التي تمثل اللجان الفرعية بكافة محافظات الجمهورية وعددها ما يصل على مستوى الجمهورية أكثر من 1000 لجنة، يعني يندر يعني هناك ندرة في تدريبهم وتسقيفهم فيما يتعلق بقانون المنظمات العمل الأهلية، فيما يتعلق باكتسابهم حقوقهم ومعارفهم وحقوقهم وواجباتهم. لو هنتكلم يا فندم بشكل خاص عن قطاع الصعيد وحضرتك معنا قطاع الصعيد، العمل الأهلي بالطبع والعمل النقابي بيواجه تحديات كثيرة في مختلف قطاعاته ومختلف المناطق، ولكن لو تقرب لي الصورة أكثر عن قطاع الصعيد. فيما يتعلق بقطاع الصعيد نأخذ محافظة سوهاج كنموذج. محافظة سوهاج بها 71 منظمة عمالية، بها 71 لجنة نقابية تمثل كل فئات المؤسسات الحكومية. هذه المنظمات بها ما يقرب من 800 عضو يمثلون مجالس الإدارات. طبعا مهتمة هذه المنظمات بالدفاع عن حقوق العمال في كافة الاتجاهات مع أرباب العمل، ولكن كما أشرت في البداية أن هذه المنظمات اللي أنا أشرت أنها أكثر من 800 واحد يمثلوا يعني هذه المنظمات في مجالس الإدارات، إلا أنهم يفتقروا إلى موضوع التدريب. تواجهنا تاني في الصعيد في تمثل تحديات كبيرة وهي تمثيل المرأة في مجالس الإدارات. النهاردة الدستور يا فندم نص على تمكين المرأة في أكثر من مادة، في حقوقها مباشرة حقوقها السياسية في المادة 242 من الدستور أعطى لها الربع، وفي المادة 180 في المحليات أعطى لها الربع. فنحن نرى أن يعني يكون هناك تعديل أو إجراء أو تمثيل كوتا في القانون الخاص بمنظمات العمل النقابي العمالي، تخصيص كوتا للمرأة حتى لأن المرأة لا تمثل أو لا تشعر بمشاكل المرأة إلا المرأة من جنس عملها، فنطالب بهذا الأمر. ثانيا فندم نطالب أيضا من التحديات التي نشاهدها خاصة في قطاع الصعيد عدم تيسير الإجراءات أمام إنشاء منظمات نقابية جديدة، فهناك يعني صعوبة في إنشاء هذه النقابات. فلو يعني رجعنا إلى بعض الإحصائيات نجد أن هناك في مصر 27 مليون عامل ومسؤولين جمهورية مصر العربية، منهم المنضم تحت مظلة العمل النقابي لا يزيد عن 3 مليون، إذن هناك في 24 مليون عامل في جمهورية مصر العربية لا تمثلهم منظمات نقابية، وهذا الأمر يعني يمثل خطورة، نطالب طبعا بتيسير لهم الإجراءات. هناك أيضا يا فندم فيما يتعلق بالشباب، النهاردة الدولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل لقاءاته يدعم الشباب، يطالب بتمكين الشباب في من مؤسسات الدولة. الشباب النهاردة في منظمات العمل النقابي نطالب ب يعني إعطاء فرصة أو مساحة أكبر للظهور ويأخذ دوره كصف ثاني لاستكمال مسيرة البناء هذا الوطن. أيضا فيما يتعلق يعني أيضا فيما يتعلق بالتحديات، هناك يعني تحديات متعلقة قلنا بالتمويل، متعلقة بالمرأة، متعلقة بالمقرات. هناك برضو يعني ندرة في وجود بعض المقرات.
مرات في بعض المنظمات او بعض المؤسسات الحكوميه، نطالب طبعا بتوفير هذه المقرات. شكرا جزيلا.